القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاث يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. للدرس 417 من دروس التفسير. في درس اليوم نشرح الآيتين 33 و34 من سورة لقمان، وهما الخاتمة، خاتمة سورة لقمان. السنه لا يثقثين قرى 33 34 دي سورة لقمان. أكان نفوك ما يرضى ربي تفسير من سورة لقمان. والدرس وايضا نبذو ذي سورة تجذيط اللي هي سورة السجدة. يا أيها الناس، خطاب لبني البشر، نداء لبني آدم، فجي نداء من نداءات القرآن. ربي سبحانه يسوال ثكوال، يسوال المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا ثكوال، يسوال إذ خلقيث مرة، يا أيها الناس. ذاك الخطاب موجه إلى سائر الخلق، كل الخلق بلا استثناء، إلى الخلق، إلى الخالق ربي ون السواليث خلقي فيس. ذي الخاتمة ذي ثجرا صور سجي لقمان، يا أيها الناس اتقوا ربكم. أمر التقوى أمر مهم، لذلك تكرر النداء وتكرر الطلب وتكرر الأمر. خوف ربي ذنتسا إذ الساس قرني ثقفيلي ثقواد ونور نتسا قواد ربي يفرا ووال وين نتسا وين نتسا قوادنا ربي زمرا ذي غلظ زمرا ذي الشظ ولكن ذي ثوف وذي ظل السماح يقواد ربي. ما لو ريت سقوا ذا ربي خاطئ، يتكمل غير الزاف، يتسفس الفنا مري ولي مطاون، يتسفس الفنا مري السل يوين يتسرون يفيس الفنا. خاطر وريت سقوا ذا ربي، خاف اللي ما يخافش ربي، الذي يخاف الله قد يظلم ولكنه يتوب ويسترجع ويعود ويستغفر. ربي يعفو اغفر اوين الشظن اوخر، ولكن الذي لا يخاف الله يتمتع برؤية الدموع، دموع المظلومين، ويتمتع لسماع أنين المقهورين. ربي أقوث ربي في آيات عديدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، النساء، يا أيها الذين، يعني آيات عديدة عند ربي سبحانه قال قوات ربي. وفي السنة أيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله أقوات ربي حيثما كنت أنت ثلث أقوض ربي ذيم كل زمان ذيم كل أمكان. اتقوا ربكم واخشوا مكتد يخشوا يوما إلى قد حزفم إوسان جارو ذيث قفل ما ربي أكل مثلا يوما
إلا وسا إلا وزكا إلا وزكا يوما، وآيات عديدة تشير إلى هذا اليوم، اليوم الجلل، اليوم المهيب، ماشي دين سهلا، الآخر الآخرة، وكلنا إلى ذلك المصير. ربي ند في آخر ما أنزل، نقرأ ذلك في سورة البقرة الآية 281، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الله يا رب الله، أمر جلل عجيب، حيث لا ينفع الولد، لا ينفع الوالد الأب ابنه، ولا الأم ابنتها أو ابنها، ولا الولد لا ينفع والديه، ولا ينفع أحدهما، كل واحد يقول نفسي نفسي. أديسي وسندا أبا فاثا ذيرول سكراويس سميس نصيليس ذا الدريا سرول سك مولانيس بابس نصيمس كولي ونادي سرحا قروس. لذلك ذي الدني ثانم ينفع دين سهلا، ولكن من موث ذائيا إموث يوان واضف كاس الحسنة ذين الهان. أو ولد صالح يدعو له، واحد عنده والدين ماتوا يدعي لهم دعوة الخير، ما شاء الله يتصدق عليهم يخرج الخير على جلب، يعني ربنا يتقبل. الأحياء ينفعون الأموات، وقذيت سيديرا أذن فعل وقذي يموثا سدعوة الخير الحسنات كلش. أو ربي في سورة الحشر الآية العاشرة، ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولكن من بضرذين ذاين ها ولاش ولا ينفع وايض شيئا، ما كاينش اللي يعطي حسنه لواحد اخر لا شيء، ولا واحد يسلف الحسنات، ما تسلف ما تعطي لا شيء شيء. والله لانه موقف جلل الان في الدنيا لا يصدق. في الدنيا شكون اللي يشوف ولده يغرق يقول انا نغرق فيه باش ولدي يسلك، والعكس صحيح، كل واحد يحاول يسلك الآخر في الدنيا، ولكن في الآخرة دائما. هو يوم إلى قسن حزفي وسني أديس لا محالة، والله لا يخلف الميعاد. إن وعد الله حق، ممكن يتسرب الشك إلى بعض القلوب، قلك وحاصرة أنا نفرط في وليدي، تجي الأم تقول أنا نفرط في وليدي، مستحيل. إيه قولها مستحيل هنا الهيه، لا ممكن، لأن الله عز وجل إفكاد إن وعد الله حق إيمانا واعتقادا، أين دين ربي تسي ذات. لذلك أهل الجنة كما ذكرنا فيما سبق في أواخر سورة الزمر، حينما يدخل أهل الجنة الجنة وش يقولوا؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يا سعد بوي اللي خدموا في الدنيا اللي يغلثوا ويجنيوا الثمرات في دار القرار. بعد ربي قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ما تغركمش الدنيا، لأن الدنيا من الغرور، الدنيا تغر، تغر بمفاتنها بزخارفها بأموالها الدنيا تغر. سبحان الله رحم بابك، تشوف F5 وانت تعيش في F2، القلب يسبق البدن. ها ويوزنر F5 5 5 ايطاج معليش،
هما إلا توفيض خام ذي القاعة شوية تبحيرث الخريف في زوري نظيل أمان الخير أرباح أو استنطقي خير أو كيف يكون عندك الله يبارك فيلا سورتي إذا كان قريبا من البحر درك أسيدي ولا الجبل الغابة إيه هذه كل شيء مليحة ولكن الله غير كل شيء يروح. جميع النعم تتخلى عنا أو نتخلى عنها واحدة منهم يعني لا الوقاذي تجا لا الوقاذي تيجا لا الوقاذي يفني يخدم كل شيء بعد الناس بقى على خير يروح مات وكاين لا في الدنيا عايش كل شيء يروح تعرفوا واحد عنده مشاكل مش عارف ايه وبعدين مصادرات وعنده ديون وكذا وبعد توصل قضيه المحكمه وبعد ليكزي فوا ديكزيكسيون لوسي راحت الفيلا راحت الطوموبيل يشوف كل شيء يروح وبعدين الامراض على بالكم مسكين الجسم هذا يتمرمد السكر القلب كل شيء والله العظيم غير الدنيا سبحان الله يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل الدنيا جميلة فيها مليح ولكن إذا عمرناها معليش نبني وتجارة دير واش حبيت بلا حدود حتى أن الأصل في العادات والمعاملات الإباحة اكسب واش حبيت سون ليميت بلا حدود أدي حقوق الله الزكاة حق الله ما تقولش أنا تمرمت وتعبت وتاجرت وعندي 175 مليار وما نزكيش علاش ما تزكيش زكي ربي اللي قال سورة المعارج في الآيتين 24-25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أم بعد الأصناف هذو اللي يحتاجوا ثمانية الأصناف في سورة التوبة الآية 60 إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى نهاية الآية 60 من سورة التوبة ثمانية الأصناف قلنا في سورة سجدين المال مال الله ربي قال في سورة الحديد الآية 7 وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سرح ربدي سرح الآية 10 من سورة الحديد ولله ميراث السماوات والأرض ورانا رايحين بلا عقل كل شيء الشين ربدي يغال يا ربي والآيات عديدة يلا قال ربي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ربي قال ما تغركمش الدنيا عصر واحكم الدنيا تتغروا زيد ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور أجل الشيطان للمي ديكلاري عدو المبين كيف الشكل خلنا يقولك ما تتقلقش أولا ربي سبحانه حليم ربي حليم ربي كريم ربي غفور هذا كله صح ممكن الشيطان يجي من هذا الباب قل ما تقلقش خدم غير شويه برك ربي غفور رحيم مطمئن كذا يطمئننا يغرينا الشيطان ويعتمد في ذلك على حلم الله وكرمه صحيح ربي سبحانه حليم صحيح ربي كريم صحيح ربي لا يعجل بالعقوبة يمهل ولا يهمل استقبال قرنك ربي سوسع مرار ربي سوسع مرار إيه ولكن لا ندري كيف تكون النهاية لذلك الشيطان أكت نفسيث يغتغرون في الدونيث وارنيك الإمام البصري الله يرضى عليه إنك ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم النفس والشيطان
وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضاك المصحف التهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم من بعد والنفس كالطفل إن شب إن كذا شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم قصيدة أوردونونس ذا سفرو وصفة طبية وقائية علاجية يلا من بعد ربي سبحانه كيعطانا كاع هاد التوجيهات يفكي غداك ينجرغ دافريد الآية الأخيرة في سورة لقمان نذكر العلوم التي اختص بها الله جل جلاله هناك خمس أمور اختص استقل الله بعلمها غير هو اللي يعرفها خمس أمور خمسة غير ربي سبحانه هي في الغيب غيب يعلمه علام الغيوب إن الله عنده علم الساعة يونور يزري من المثل يردونيث من المثل كفودونيث الله أعلم نعرف تاريخ ميلادنا وإن كان اللي زاد بريزيمي ولكن متى نموت الله أعلم لا يعلم أحد منا متى يموت يونور يزري من المريمث الدونيث علماء الفيزياء علماء الفلسفة الفلاسفة وغيرهم اجتهدوا في البحث عن تاريخ بداية الدنيا من مين دي خلق ربي الدونيث الأمر طويل ونقاش علمي معمق ولكن من مذفك الدونيث الله أعلم لذ نكوني من مات فقد قامت قيامته كأفراد يقولون ظلم المريمث وكذلك الدونيث من مثل نهر سعى العلامات على كل حال يعني قيام الساعة العلامات الصغرى اللانت مليح العلامات الصغرى العلامات الكبرى ولاش ولا وحدة خطر كي يبدأوا هذوك بقى على خير إن الله عنده علم الساعة الله ربك حصان فقط إقزران وينزل الغيث المطر لهو الكفوسيس صحيح اتخذ أسبابا مدينة ربي سبحانه فوسينا يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فطر الودق يخرج من خلاله الودق لهو ذي المطر لكن سوالي سيجنا يتساوي ثوافو بعدين أثنت في ذي الهوى ميثيقيك لربي سبحانه إيك حاركنا سيهنا إيك حاركنا أظو إيدي سرحني ومال ومدينا ربي صورة الذارية الآية 22 وفي السماء رزقكم وما تعدون وينزل الغيث كوشي فوسيس لذلك شرع لنا ما يسمى بصلاة الاستسقاء فقلت السناث ويعلم ما في الأرحام ما لما يجي معاني عميقة جدا ما في الأرحام ربي سبحانه ذي نسيان يدي خلقا دي ثابوت انتمطوط انتمات إما ذقشيش إما تقشيش مديني يعلم أهل ترى أذكياء نغمتشي أذكياء أهل ترى أتقياء نغمتشي أتقياء ذي شبحان ذي وراغ غزيفيث وزيليث أور نظري والو كل شيء ذي قفوص الربي وثي كل سمحتي لي مدسا ليكوغرافي وقلا يقول لك ليكوغرافي دعوة كذا يقول لك تقشيش تدفع دقشيش يقول لك دقشيش أتنسيون ذي الوحش لازم لافورتمون رابيد وبعدين كي يزيد الطفل يزيد بسم الله ما شاء الله ينكمل معنى هناك أخطاء مناش لا ننكر فضل العلم ولكن هناك أخطاء وإذا توصل العلم في مرحلة من المراحل يتعرف ما حبيش نفتح قوس طويل وعميق باش ما ناكلش الوقت بزاف والدعوة راهي سخانة نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الخير ولكن فقط كإشارات ربي ناد ويعلم ما في الأرحام وهذه الآية تشرح آية أخرى في سورة الحج الآية 5 ونقر في الأرحام ما نشاء ربي سبحانه أذي خلق ذي الأرحام شو كيف غانت الساعة
واحيانا تصرى المشاكل والطلاق والهموم على جال سورتو كي تكون سانكيان في ابابا يا بابا اما ضما شو دبيض اسيني تقشيش اسينا خامي تشورتي قشيشين نكون نصرى جا قشيش من بعد من بعد والمراه مسكينه واش دخلها هل هي آثم؟ ربي قال ونقر في الأرحام ما نشاء خلاص ربي يخدم شغله والموضوع طويل مازال فيه لقضية لافورتمون مش عارف ايه وأين نظن طاس الأمور يقول لنا في مسألة سمحتي ما ندخلوش في التفاصيل فقط هذا في علم الله استقل الله بعلمه ويعلم ما في الأرحام من بعد وما تدري نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا كاش واحد يقول لك ماذا اكسب غدا الله اعلم العبد يتحبر ربي يدبر هذا ما كان هذا لا يتنافى مع التخطيط لا الانسان يدبر الانسان يفكر وربي يدبر العبد بالتفكير والله بالتدبير أم ذن تحبير ربي تدبير وفرات وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أما ذي الأرزاق أما ذي الخير كذوين في خلفا أما ذي الحسنات نغسيات ونزرارة الإنسان مطالب بالاجتهاد وهو ممتحن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا آخر مسألة وما تدري نفس بأي أرض تموت لا حول ولا قوة إلا بالله يونوري زرا أندريمث لا ندري متى وأين تكون نهايتنا واحد يروح يصوق يجي الخبر باللي مات واحد يروح البحيرة يقول له مات والآخر سافر يبعثوه في الصندوق والآخر 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 كل واحد كيفاه ولكن سبحان الله معظم الوقت رانا عايشين معظم الوقت ما كانش أخبار الموت ولكن موجودة لأن الموت حق لا ينكره الباطل ربي ناد دي القرآن الكريم ولكل أجل كتاب أكيد ينا كل نفس ذائقة الموت مكياش أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الموت أندن لا أغدوض لذلك رب سبحانه وما تدري نفس بأي أرض تموت ويا من اللي خطط يقول لك والله أنا حبيت نموت في بلادي في الدشرة نتاعي وبعدين يوم يموت في بلد واحد أخرى ويدفن ثم كل واحد كيفه وما تدري نفس بأي أرض تموت والله يرضى على الشافعي اللي قال ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء ميدوسا مرحبا والموت ليس نهاية الموت ماشي تغيرة الموت انتقال من وجود إلى وجود فقط من وجود زائل إلى وجود دائم مرحلة أن جدونيث ولما غزفت وزيلت أنفذو ثذرت غزيفا حياة الخلود ذي لخرف من المرث بذو سبس مرن المث تبدأ رحلة الخلود من لحظة الوفاة آخر حاجة آخر ذي الله يتنقلوا ثم 34 شو دينا ربي يتنقل نس ينس إن الله عليم خبير عليم وليش الشوفر نفلس وعلمه مطلق لا حدود له يعلم السر والعلانية ما ظهر وما بطن أين يفرن أين ظهرن أين ولن تولن أين ولن تولن
وخبير خبير بنا يسناغ يزراغ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبهذا والحمد لله نأتي إلى نهاية تفسير سورة لقمان، ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله وقدر مع سورة جديدة وهي سورة السجدة. أكن سدر ثقيلة من سورة لقمان، فسورة سيدي الدنيا رضا ربي سورة السجدة جغو ثلويث أرثي مليليث. السلام ربي في اللون.